جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بني عندنا مسجد ولكنه ضاق بالمصلين، والذي تبرع ببناء المسجد في أول مرة تبرع الآن لأن يبني مسجدا يتسع لألف مصلين. هل نبني المسجد القديم ثم نبني مسجدا جديدا يتسع لذلك العدد، أو بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. هذا يكون حسب الحاجة، فإذا أمكن توسعة المسجد القديم بحيث يتسع للمصلين فهو أحسن، وإن لم يمكن توسعته فإنه يبنى مسجد أوسع منه يكفي حاجة أهل الحارة، والمسجد القديم إن احتاج إلى الصلاة فيه يصلى فيه، وإن استغني عنه فإنه تراجع فيه الجهة المختصة وهي جهة المسؤولة عن المساجد أو القاضي الذي في البلد للنظر في شأنه. نعم.